الرئيس العليمي يعقد اجتماعا برئيس الوزاره ولجنه اداره الازمات الاقتصاديه والانسانيه محافظ العاصمه عدن يفتتح عدد من المشاريع الخدميه والتنمويه بدار سعد اجتماع استثنائي لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع والشيخ بن حبريش يؤكد بأن ما يعتمل في حضرموت شأن يخص أهلها ولا يستهدف أحد. اللجنة الأمنية بحضرموت تشدد على منع دخول السلاح ومواصلة التنسيق الأمني لتعزيز الشراكة المجتمعية. الهلال الإماراتي يطلق حملة نبض الشرق لدعم المستشفيات والمراكز الصحية بحضر موت مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عهد ومن عناوينها إلى التفاصيل عقد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القياده الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمه عدن اجتماعا بلجنه اداره الازمات الاقتصاديه والانسانيه برئاسه رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء الى احاطه موجزه حول الوضع الاقتصادي الراهن والاجراءات المطلوبه للسيطره على التضخم وعجز الموازنه. والتقلبات السعرية في أسواق الصرف والسلع والخدمات الأساسية، وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة، واستمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيا الحوثي الإرهابية. استقبل عضو مجلس القياده الرئاسي عثمان مجلي سفير الولايات المتحده الامريكيه لدى اليمن ستيفن فيجن وجرى خلال اللقاء مناقشه العلاقات الثنائيه وآلية التعاون المشترك ودعم التنميه والاقتصاد والعمله اليمنيه ومكافحه الارهاب وغسيل الاموال هذا واثنى مجلي على الدعم الاخوي الصادق الذي يقدمه الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده لاحلال السلام في اليمن. أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنيه جاء ذلك في البيان المشترك الصادر مع ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وأكد الجانبان أهمية انخراط ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنيه والتعاطي الجاد مع مبادرات جهود السلام، كما أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين. شهد وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري عرضا عسكريا لطلبه الكليه الحربيه في العاصمه عدن، وفي كلمته شدد وزير الدفاع على مزيد من التدريب البدني والتاهيل العلمي والمعرفي والالتزام بالقواعد والنظم العسكريه لتحقيق مستوى عال من الكفاءه والجاهزيه، مشيرا الى التضحيات الجسيمة التي قدمتها القوات المسلحه للدفاع عن سيادة الوطن وامنه واستقراره، وأكد وزير الدفاع ان المؤسسه العسكريه ستبقى صمام مان الوطن وحامية سيادته واستقراره في مختلف الأوقات والمراحل ناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بناجا مع المبعوثه النرويجيه الى اليمن هايدي مزدادات الوضع الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي لدعم الاستقرار النقدي وفي اللقاء اشار نائب المحافظ الى ان البنك المركزي يعمل في اطار السياسات العامه للدوله وتوجهتها واحترام تعهداتها بما في ذلك التزامات الحكومه اليمنية في اطار ما اعلنه المبعوث الاممي لليمن وقام بإلقاء القرارات الاخيره بحق البنوك المخالفة تنفيذا لتلك الالتزامات وتجاوبا مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامة تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني حصل موقع قناة تي في حصريا من مكتب النائب العام على مذكرة صادرة عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى موجهة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاء فيها أنه يتم نهب وسرقة الثروات المعدنية الرمال السوداء باسم شركة الحصان الأسود للتعدين والإستيراد والتصدير وتخالف الاتفاقية المبرمة مع الشركة بتاريخ 4 مارس من العام المنصرم وبحسب ما جاء في المذكرة فإن النايب العام أحال القضية للجهاز المركزي للمحاسبة بالتحقيق باتخاذ ما يلزم وفقا للقانون والرفع بتقرير تفصيلي وجاء هذا التوجيه بعد نشر موقعات TV تحقيقان صحفيان يكشف فضيحة تصدير الرمال السوداء عبر ميناء المكلا واخر نشر بعنوان الحصان الاسود شركة يمنية بواجهة صينية تنهب الرمال السوداء اعترافات وطواط حكومي ووثائق جديده وخطيره هذا واكد الصحفيون البوقع انهم مستمرون في كشف الكثير من التحقيقات الصحفيه في ملفات الفساد بحضر موت ما لم تقم الجهات المختصه بالقيام بواجباتها في الطواط بنهب ثروات حضر مود. بحث رئيس مجلس القضاء على القاضي محسن طالب مع مدير من محافظة بيان العميد علي باعزب وقائد الحزام الأمني في العاصمة عدن العميد جلال الربيعي الأوضاع الأمنية في كل من محافظة عدن وأبين وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لضمان تنفيذ أوامر القضاء بما يحقق العدالة ويعزز الأمن والاستقرار في المجتمع وشدد القاضي محسن طالب على ضرورة التزام مأموري الضبط القضائي بالتعاون الكامل مع القضاء وتطبيق القرارات والأحكام القضائية بكل دقة وشفافية لما لذلك من دور كبير في تحقيق العدالة للمواطنين وضمان الأمن في المجتمع بدورهما ثمنا مدير أمن أبيان وقيد حزام عدن حرص رئيس مجلس القضاء الأعلى على متابعة الوضع الأمني في كل من عدن وأبين. بحث وزير الصحه العامه والسكان الدكتور قاسم بحيبه مع المديره الاقليميه لمنظمه الصحه العالميه للشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي في اليمن. واطلع الوزير بوحي بح من المدير الإقليمية خلال اللقاء المنعقد في الدوحة على الوضع الصحي باليمن والتحديات التي تواجه سير عملهم والدور المحوري الذي يقوم به مكتب المنظمة باليمن في دعم القطاع الصحي وأهمية دعمه وتطويره وفتح آفاق جديدة للعمل ناقش وزير الدولة محافظ العاصمة عدن احمد الاملس مع رئيس اللجنه الرئاسيه المكلفه برعايه ومتابعه العراقيل التي تواجه القطاع الخاص المهندس ابو بكر باعبيد واعضاء اللجنه جمله من المعالجات لعمل وحده حمايه الاراضي والواجبات الزكويه واستعرض الاجتماع جملة الحلول المقترحة لتحدث حماية الأراضي بهدف تسريع الإجراءات العملية وتسهيل تعاملات المواطنين وفق لائحة متفق عليها تعلن بالاجتماع التنفيذي القادم، وأكد الاجتماع استمرار عمل الواجبات الزكوية ضمن برنامج تنمية الإيرادات وبذل أقصى الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل وفقا للنظام والقانون. افتتح وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس ومعه مدير عام مديرية دار سعد عبود ناجي الحالمية حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في المديرية وشملت المشاريع التي تم افتتاحها مبنى مجمع السلام الصحي الذي بني بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومتنفسا في شارع عباس وترميم وتهيل قاعة كلية المجتمع وقاعة المعهد الوطني بالإضافة إلى بناء سور مدرستي مصعبين وسمير رواح و وتصوير موقع حديقتي بلوك 5 وبلوك 6 في بير فضل، وتأهيل مبنى نادي النصر الرياضي، وإعادة تأهيل وسفلتة شارع الكمسرية بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمبنى السلطة المحلية بتمويل مشترك بين المحافظة والمديرية. قام القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري بزيارة إلى قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي وقدم الكثير خلال الزيارة التعازي والمواساة لرياسة ومنتسبي القطاع في وفاة فقيد الإعلام الجنوبي المناضل صالح الناخبي نائب مدير إدارة البرامج في قناة عدن المستقلة ومن خلالهم لأسرة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى جوار ربه إثر جلطة دماغية مفاجئة وأشاد الكثير بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد الناخبي طوال مسيرته الحافله مؤكدا انه كان مثالا للاعلام والمناضل الملتزم بقضاياه الوطنيه وبصماته وماثره ستظل شاهده على تفانيه في خدمه الجنوب وشعبه. عقد بمدينه المكلّف في محافظه حضرموت اجتماعا موسعا ضم اعضاء الجمعيه الوطنيه ومجلس المستشارين بحضور عضو هيئه الرئاسه. المحامي علي الغريب ونائب رئيس مجلس المستشارين أحمد الربيزية ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضر موت العميد ركن سعيد المحمدي وفي الاجتماع تطرق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الغريب إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة التي يواجهها الوطن مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة عقدت قيادات مؤتمر حضرموت الجامع في منطقة العلي بمدرية غيل بن يومين اجتماعا استثنائيا بجميع هيئاتها برياسة رئيس المؤتمر الشيخ عمرو بن حبريش وخلال الاجتماع أكد الشيخ بن حبريش أن الموقف عام وموحد حول المطالب الخدمية والاستحقاقات المشروعة التي تبناها الحلف والمؤتمر اللذان يضعا كل ما يخدم حضرموت وأهلها أولوية لا يمكن التنازل عنها مهما كلفت التضحيات موضحا بأن المؤتمر الجامع هو كل حضرموت وجامع لأطيافها القبلية والمدنية والسياسية ويتوجب أن ينهض بدوره في هذه المرحلة المهمة بما يحقق تطلعات الحضارم جميعا وقال بن حبريش نحن شعب فوق أرضنا وأن ما يعتمل في حضرموت شان يخص أهلها ولا يستهدف أحد، منوها بأن التسويف والتجاهل في تنفيذ المطالب العادلة لحضرموت لن تكسر إرادة أهل الأرض بل تزيدهم ثباتا وعزيمة من أجل تحقيقها شددت اللجنة الأمنية بحضرموت خلال اجتماع لها بالمكلة على منع دخول السلاح ومواصلة التنسيق الأمني لتعزيز الشراكة المجتمعية بالمحافظة وفي الاجتماع اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بإحصائيات الفترة الماضية للبلاغات والقضايا بالمحافظة بالإضافة إلى متابعة الترتيبات الأمنية لما تبقى من العام الحالي وشددت اللجنة الأمنية على منع دخول السلاح عبر النقاط الأمنية لجميع مدن المحافظة ومنافذها، كما شددت على خفر السواحل بمراقبة دخول أو تهريب السلاح عبر سواحل المحافظة، ووجهت اللجنة بإعادة انتشار قوات حماية الشركات، مشيدة بالدور التي تطلع به الهيزة العسكرية والأمنية في متابعة وتنفيذ المبادرات الأمنية والمجتمعية. ناقشت السلطة المحلية بحضرموت مع عدد من آل العطاس أوضاعهم وأبرز احتياجات أهالي منطقتهم بمديرية حريطة، وخلال اللقاء أكد آل العطاس جنوحهم إلى توحيد الكلمة ومواصلة نهج السلف بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعم جهود الخير ولم الشمل وتوفير الخدمات للمواطنين، متمينين جهود السلطة المحلية في توحيد الكلمة وجمع شمل أبناء المحافظة وتوفير الخدمات ودعم التنمية. قامت قيادة السلطة المحلية بحضرموت بزيارة لعدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة للاطمئنان على صحتهم عرفانا لخدماتهم تجاه المجتمع والوطن حيث قام محافظ حضرموت مبخوت بن بزيارة للأستاذ الأديب صالح بعامر بمنزله بحي العمال بالمكلا مطمئنا على وضعه الصحي وثمن محافظ حضرموت عطاءة الأستاذ بعامر المدير العام الأسبق لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت في خدمة المحافظة والوطن كما قابل المحافظ بزيارة للأستاذ علي بن شملان نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لهيئة المساحات الجيولوجية والثروات المعدنية بالجمهورية متعرفا على وضعه الصحي موجها بمضاعفة الرعاية الصحية والشفاء العاجل افتتح أمين عام محل حضرموت صالح العمقي والوكيل الفني المهندس أمين بارزيق المخيم الطبي الجراحي الاستشاري المجاني الثاني بمديرية الريدة وقصيعر وفي التدشين استمع لمن العام وكلا المحافظة إلى شرح واف حول طبيعة المخيم الذي يستمر على مدى أربع أيام وأوضح البروفيسور عامر بن رئيس المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بصحة حضرموت لأن أن المخيم يضم نخبة من استشاري حضرموت في عدة تخصصات منها النساء والولادة والمسالك البولية والجراحة العامة وحديثي الولادة والباطنة والجلدية وأكد بن أن العمليات الجراحية التي نفذت حتى الآن بلغت 107 عملية دشنا أمين عام محلي حضر صالح العمقي بمعية الوكيل الفني المهندس أمين بارزق عدد من المشاريع الحيوية لدعم القطاع الصحي في مديرية الريدة وقصيعر حيث تم تدشين مشروع تأهيل الوحدة الصحية بمنطقة سرار ومهيم وتأهيل الوحدة الصحية بمنطقة حجي صنيات بالإضافة إلى تدشين العمل بالأشعة الرقمية الديجيتال بمستشفى الريدة إلى جانب ذلك تم أيضا تدشين مشروع العمل بمنظومة الطاقة الشمسية بمستشفى الريدة وقصيعر ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي في مقر الإدارة المحلية بالريدة وقصي اجتماعا ضم رئيس هيئة المصايد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم باب الغوم والمدير العام لمديرية الريدة وقصير عبد الباسط بن حميد ورؤساء الجمعيات والتعاونيات السمكية وعدد من صيادي المديرية وناقش الاجتماع وضع الصيادين وأبرز المشكلات التي يعانون منها إلى جانب بحث السبل الكفيلة للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها إحدى مصادر الأمن الغذائي لمواطني المحافظه متطرقا الى الوقوف على المشاكل العالقه التي تواجه صياديه المديريه والمحافظه بشكل عام وضع الامين العام لمحل حضرموت صالح العمقي ومعه وكيل المحافظه للشؤون الفنيه المهندس من بارزيق ومدير عام مديريه الريده وقصير عبد الباسط بحميد حجر الاساس لمشروع اعاده تاهيل منشاه الفقيد عوض السقوط الرياضيه بالمديريه واستمع العمقي من مقاول المشروع على عمليه اعاده التاهيل التي تشمل بناء السور للمنشاه وبوابات للدخول للمنشاه واعاده تاهيل ارضيه الملعب والمدرجات والعمل على توسعتها بصوره تليق بحجم الجماهير الرياضيه كما تفقد مين عام محل المحافظه ولفت المرافق له محطه الريده وقصيعر مؤكدا استعداد السلطه المحليه على مواصله العمل من اجل خلق مشاريع توسعه لشبكات الكهرباء في عموم مديريات المحافظه كرم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري 81 من الطلاب والطالبات الأوائل في امتحانات إنهاء المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وهنا العامري جميع الطلاب والطالبات المتفوقين معبرا على بله باستقرار العام الدراسي الحالي وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتحقيق التحصيل العلمي ومشيرا بأن الوطن يمر بمر بمرحلة دقيقة وحساسة جدا تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون للحفاظ على النسيج الاجتماعي والخدمات الاساسيه التقى وكيل محافظه حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بعدد من اعضاء اللجنه الرئيسيه لكاس حضرموت واطلع العامري خلال اللقاء على نتائج لقاءات اللجنه واجتماعاتها بمدينه المكلا وذلك للتحضيرات النهائية للمباراة الختامية للنسخة الثامنة من البطولة مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لتقديم صورة ختامية تليق بأهم بطولة في حضرموت هذا واستعرض أعضاء اللجنة أهم الترتيبات التي تقوم بها اللجنة ولجانها الفرعية تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس سمين بارزيق سير أعمال عدد من المشاريع التنموية بساحل حضرموت بمعية مدير عام مكتب وزارة الأشغال والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمرية واطلع الوكيل الفني ومدير عام الاشغال على الاعمال الجاريه بمشروع مدرسه حي السلام ومشروع بناء مركز صحي اضافي بمنطقه روكوب واضافه دوره في مركز جوله الشفاء وفي نفس السياق اطلع ايضا على مشروع معيان الحرشيات وتفقد ايضا اعمال مشروع السفلة بمنطقه بويش اطلقت هيئه الهلال الاحمر الاماراتي حمله نبض الشرق لدعم المستشفيات والمراكز الصحيه بحضرموت والتي تهدف إلى إنشاء مراكز ووحدات صحية وتأهيل عشر مراكز ووحدات صحية وتقديم المعدات الطبية لها تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي خطوة إنسانية جديدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت تضاف إلى خطواته الإنسانية من خلال إطلاق حملة نبض الشرق لدعم المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية للمناطق الشرقية بالمحافظة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة الحملة التي دشنها وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد تصريح والأستاذ حميد الشماسي مستشار التنمية والتعاون الدولي بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمطار الريان الدولي تأتي ضمن مشروع المساعدات الإماراتية حيث أعرب الوكيل بصري عن شكره وتقديره الهلال الأحمر الإماراتي لدعمهم للقطاع الصحي والقطاعات الاخرى في المحافظه مشيرا الى ان السلطه المحليه بالمحافظه تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي اليوم نحن في تدشين توزيع المعونه الطبيه المقدمه من دوله الامارات العربيه وايضا بجهود من الدور اللي قام به الهلال الاحمر الاماراتي في هذا النطاق وهذا المنحه تساعد على تعزيز وتحسين البنية التحتية لقطاع الصحة في وأيضا تؤدي إلى النمو وتحسين الوضع والخدمة المقدمة للمرضى ودولة الإمارات ليس غريب عليها هذا الدعم المستشار الاماراتي من جهته لفت الى ان حمله نبض الشرق تستهدف عدد عشر مرافق صحيه وان تدشين هذا المشروع ياتي في اطار دعم دوله الامارات العربيه المتحده لتعزيز الخدمات الصحيه في حضرموت تعبيرا عن التزام الامارات لدعم الخدمات للمواطنين. لقد بدات هيئه الهلال الاحمر الاماراتي جهود متواصله في محافظه حضرموت حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الطبية إن هذه الحملة ليست مجرد مشروع وإنما هي تعبير عن الالتزام العميق بتحسين جهود الحياة للمواطنين في جميع المناطق. وفي ختام حفل التدشين تم تكريم السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزاره الصحه والسكان وتسليمهم الدروع وكذلك تكريم الاعلاميين ومندوب وسائل الاعلام والقنوات المساهمين في انجاح هذه الحمله التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمناطق الشرقيه بحضرموت نظم مركز المحور الطبي بربوة خلف التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت فعالية تثقيفية لطالبات الثانوية بن الهيثم بمدينة المكلا وذلك في إطار شهر أكتوبر الشهر الوردي المخصص للتوعية حول الوقاية من سرطان الثدي وتضمنت الفعالية محاضرات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطالبات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والطرق الوقائية التي يمكن اتباعها لتقليل خطر الاصابه بالمرض أكد محافظ المهر محمد علي ياسر دعمه لكافة الجهود الرسمية والمجتمعية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي بالمحافظة من العبث والاستنزاف والصيد العشوائي وناقش محافظ المهرة مع اللجنة التوعوية المجتمعية بمخاطر الجرف والاصطياد العشوائي توحيد الجهود للحفاظ على المخزون السمكي من الجرف العشوائي كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرار المكتب التنفيذي للمحافظة الخاصة بمنع الجرف والاصطياد العشوائي قام محافظ محافظة, محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير بزيارة تفقدية إلى مديرية رضوم اطلع خلالها على مختلف الأوضاع فيها وناقش ابن الوزير مع القيادات الإدارية للمديرية ومكتبها التنفيذي اليات الدفع بمستويات عملية التنمية المحلية فيها وبما يلبي احتياجات المواطنين منها في كافة المجالات يعد قسم الأمراض الباطنية بهيئة مستشفى شبوة العام من الأقسام الهامة والضرورية بالمستشفى حيث يتم تقديم خدمات حساسة كونه من الأقسام التي يزورها المرضى في حالات متنوعة وسلط الدكتور مروان الجفري، إخصائي أمراض الباطني في هيئة مستشفى شبوة العامة، الضوء على مجموعة من الخدمات المميزة المجانية المتاحة للمرضى في قسم الباطني، قائلاً بأنها تهدف إلى تحسين صحة المجتمع وتوفير رعاية طبية لأبناء شبوة والمحافظات المجاورة. بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي نظمت مؤسسة رواب ردفها للتنمية الخيرية محاضرة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وفي تصريح أكدت المديرة التنفيذية للمؤسسة نسيم السردي على أهمية هذه الفعاليات التوعوية في تعزيز صحة المجتمع مشددة على ضرورة توعية الأفراد. القى رئيس جمهوريه اليمن الديمقراطيه الاسبق علي ناصر محمد محاضره بمناسبه ذكرى ثوره الرابع عشر من اكتوبر المجيده التي تعد إحدى المحطات الهامة في تاريخ اليمن الحديث، واستعرض الرئيس علي ناصر محمد بدايات الثورة والتحديات التي واجهتها القوى الوطنية في سعيها لتحقيق الاستقلال، كما تحدث عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها المناطق الجنوبية من اليمن تحت الاستعمار البريطاني، وكيف أسهم الوعي الوطني المتزايد في إشعال فتيل المقاومة، وتطرق الرئيس علي ناصر إلى تفاصيل الفترة التي تلت الاستقلال، وما واجهته اليمن الجنوبيه من تحديات في بناء الدوله وتحقيق التنميه تعرضت دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية لهجوم إرهابي في مدرية موديا بمحافظة يبين، ووفقاً لمصادر إعلامية أن عناصر إرهابية نفذت الهجوم مستهدفة الدورية العسكرية والذي أدى إستشهاد جنديين وإصابة خمسة آخرين، وذكرت المصادر أن الهجوم أسفر عن احتراق الدورية العسكرية وأن وحدات من القوات المسلحة هرعت إلى موقع الهجوم لانتشال الجرحى وتأمين المنطقة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام إلى 42,438 شهيد و99246 جريح وافادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد ستة 26 مدنيا وإصابة 93 آخرين منوهة بأنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم مشاهدينا الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء الرئيس العليمي يعقد اجتماعا برئيس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية محافظ العاصمة عدن يفتتح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بدار سعد اجتماع استثنائي لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع والشيخ بن حبريش يؤكد بان ما يعتمل في حضرموت شان يخص اهلها ولا يستهدف احد اللجنه الامنيه بحضرموت تشدد على منع دخول السلاح ومواصله التنسيق الامني لتعزيز الشراكه المجتمعيه الهلال الإماراتي يطلق حملة نفض الشرق لدعم المستشفيات والمراكز الصحية بحضر موتى. مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء